شكرا، نبقى دائما مع مخالفات حوالي الطقس إلى العاصمة حيث ولاية العاصمة. أهلا بك، مساء الخير، أنت على المباشر في هذه الجولة الإخبارية المسائية من قناة النهار. مساء الخير، تحياتنا. تحياتي ليك. إذا تم تسجيل شلل في حركة السير هنا في العاصمة بسبب ارتفاع منسوب المياه في عدد من طرقات الولاية وكذلك العديد من المساكن التي غمرتها المياه. بداية، ماذا أعددتم أنتم في ولاية العاصمة كمخطط لمواجهة ربما الأمطار الغزيرة التي ستشهدها العاصمة كذلك خلال الساعات القليلة القادمة؟ بطبيعة الحال كنا سجلنا نشرية خاصة للأمطار اللي تفوق 40 ملم، وكالعادة كي نسجلوا لهذه النشريات الخاصة كاين خالية للمتابعة المستمرة على مستوى ديوان الوالي مشكلة من مصالح الحماية المدنية، مديرية الموارد المائية، مؤسسة سيار أسروت وصون الغاز، كلهم جندين. فيما خص ما سجل منذ ليلة الأمس إلى غاية اليوم هو ارتفاع منسوب بعض الأودية على مستوى العاصمة. صحيح. وبداية الواد هو واد الحميز اللي شهد ارتفاع منسوب في الفترة الصباحية، وخلال المساء بعد الظهيرة سجلنا ارتفاع منسوب واد الحراش ارتفع بشكل لم يسجل منذ سنوات. وبالتالي السيد الوالي كان أعلن عن مخطط للتدخل لمراقبة منسوب مياه الوقاية والتدخل على مستوى كل المقاطعات الإدارية اللي يمر عبرها واد الحراش، بعلم أن واد الحراش. لكن بالحديث عن واد الحراش والحميز، ربما ميزانية خصصت لإنجاز هذا الواد، لكن في كل مرة في كل سنة يعني تتساقط فيها الأمطار بكثرة، يعني يتم تسجيل ويتم اكتشاف عيوب في الإنجاز. سيدي الكريم، هو تسمية الواد هو مجرى المياه. فيما يخص واد الحراش هو المصدر تاعو ينطلق من ولاية البليدة وينتهي إلى بحر خليج الجزائر. على مستوى إقليم ولاية الجزائر، واد الحراش يمر على بلدية المقاطعة الإدارية لبيرتوتا، برقي، حسين داي، الحراش وحسين داي، وانتهاء في صابلات في البحر. بالنسبة للممر تاع واد الحراش، ولاية الجزائر كانت قامت باتخاذ إجراءات وقائية استباقية متعلقة بعملية الترحيل وإعادة الإسكان. وكان هناك على مستوى مجرى واد الحراش ما لا يقل كان فيه 6 مواقع قصديرية على رأسها حي الرملي. السي محمد عمراني، يعني نداءات استغاثة توجه الآن لمصالحكم من قبل عائلات غمرتها المياه، كيف ستتكفلون بهذه العائلات؟ فيما خص عملية الترحيل اللي قمنا بها على مستوى مجرى واد الحراش، فيه 6 مواقع قصديرية كلها تم ترحيلها. الحمد لله، لو كان ما رحلناهمش واليوم معهد ارتفاع المنسوب كانوا يروحوا في الواد. هذه من جهة أخرى. فيما خص وبالنسبة لواد الحراش لم نسجل أي حادث. كاين الأشغال اللي راهي متواصلة، الأشغال لم تنتهي لأنه عملية ترحيل واد الرملي انتهت بتاريخ 7 أكتوبر 2015، وبالتالي الشركة الأجنبية هي باشرة الأشغال تاعها ولم تنتهي بعد، مازال المجرى فيه أشغال، لكن الحمد لله السلامة في الأرواح. فيما خص واد الحميز رحلنا الشطر الأول، فيه على مستوى ثلاث مواقع من انطلاقا من كوكو بلاج الى غايه حي القصديري عمر دريس، بقات فيه 3 مواقع قصديريه، هذه مبرمجه للسداسي الاول، لكن الواد ما يشكلش عليها خطر مباشر، لكن حينا 3 احياء قصديريه اللي كانت يشكل عليها الواد خطر مباشر. الحمد لله بالنسبه للاوديه، اوديه العاصمه كلها امنه، كان اخرها واد وشايح في التساقطات الاخيره، شهدت ثاني ارتفاع منسوب كبير الى غايه السطح، وكان فيه في كما نقولوا في اسفل الواد كان فيه حي قصديري تاع واد وشايح ومي عفوه العام الخاص، هذا الحي تم ترحيله الحمد لله. لو كان ما رحلناهش في العام اللي فات كان حتى هذو الاحياء القصديريه تكون هتقع في خليج الجزائر. شكرا. بالنسبه لاوديه العاصمه الحمد لله كلها مؤمنه، بقى لنا واد الحميز، العائلات اللي متوجهه على ضفاف واد الحميز في المرحله الاخيره. اذا مخطط الأول. مخطط الان اعددتموه لمواجهة أي حالة طوارئ الآن في العاصمة. شكرا جزيلا لك مدير والي ولاية العاصمة السيد محمد عمراني على كل هذه التفاصيل. وتشهد أسعار